متابعينا الكرام في الكويت والسعودية ودول الخليج العربي، أهلا وسهلا بكم إلى هذه النشرة الجوية الخاصة التي تتحدث عن نشاط كبير للرياح التي تسمى برياح البوارح. هذه الرياح التي تنشط بشكل يومي خلال ساعات النهار، وتكون أحيانا ذات سرعات عارية، وتتسبب بأيضا حدوث موجات غبارية. ملخص هذه النشرة الجوية الخاصة ستحدث بها بشكل عام عن الأمور التالية. هناك نشاط متوقع أن يكون يومي لهذه الرياح، تؤثر طيلة هذا الأسبوع على مناطق عدة ومتفاوتة ومختلفة من منطقة إلى أخرى، ولكن بشكل يومي موجات غبارية كثيفة متوقعة في عدد من المناطق، وهناك ارتفاع لافت في سرعة الرياح لا سيما في داخل دولة الكويت ومناطق المحيطة بها بشكل عام. توقعات طبعا النمذجة الجوية الحاسوبية لسرعات الرياح، كما نلاحظ يوم السبت فبهذه الألوان الحمراء تشير إلى أن هذا الحزام الذي يبتدأ تقريبا من المناطق الوسطى للعراق وصولا للكويت، وأيضا المناطق الشرقية للمملكة العربية السعودية، تشمل حفر الباطن مثلا أجزاء من البريدة ومنطقة القصيم أقصد وبريدة والعاصمة الرياض، إضافة إلى الدمام والمناطق الشرقية، كما هناك اضطراب في البحر أيضا داخل الخليج العربي. غدا الأحد يتوقع ازدياد حدة هذه الرياح وتغير المحور لها لتهب من المناطق ذات أصول غبارية كثيفة في شرق العراق، مرورا بالكويت وحفر الباطن وأيضا بريدة والقصيم والعاصمة الرياض، وحتى تصل جنوبا إلى بعض المناطق الجنوبية الغربية من محافظة الرياض مثل وادي الدواسر. يوم الاثنين أيضا يتوقع بمشيئة الله تعالى كما نلاحظ استمرار تقريبا ذات المحور من الرياح الشمالية القوية، ولكن كما نلاحظ في المناطق المحيطة بالكويت هناك توقعات حدوث سرعات كبيرة للرياح، قد تصل سرعة بعض هباتها إلى قريب 100 كيلومتر في الساعة مع وجود موجات غبارية كثيفة أيضا تصل إلى العاصمة الرياض، أيضا المناطق الشرقية للمملكة على موعد مع نشاط في سرعة الرياح، المملكة أقصد بها السعودية، وأيضا تصل الرياح إلى بعض المناطق الجنوبية الغربية. يوم الثلاثاء كما نلاحظ تغير في شكل هذه الرياح، تصبح على شكل حزام يبدأ من المناطق الوسطى للعراق مرورا إلى المناطق الجنوبية المتاخمة للحدود الكويتية مرورا في الكويت، وأيضا المناطق أكثر شرقية، يعني كان المحور مثلا يوم الاثنين كما نلاحظ نحو المناطق الوسطى، يوم الثلاثاء يتحرك نحو الشرق قليلا ليؤثر أكثر على مناطق شرقية مكشوفة ومفتوحة بين الدمام والعاصمة الرياض، تلك المناطق خاصة الطرق الخارجية معرضة تتعرض لحدوث موجات غبارية كثيفة. يوم الثلاثاء الأربعاء عفوا يتحرك ذلك المحور محور الرياح البوارح نحو الخليج العربي، وبالتالي تبتعد وتصبح المناطق الوسطى أكثر بمنأى عن هذه الرياح، وتنشط بشكل كبير على حفر الباطن الكويت الجبيل الخبر الدمام وصولا إلى البحرين وقطر أيضا، ويصبح البحر أيضا مضطربا للغاية داخل منطقة الخليج العربي. ويوم الخميس كما نلاحظ هذه الرياح تصبح قوية بشكل كبير جدا على كافة القطاع الشرقي للسعودية، وأيضا المناطق منطقة الكويت الجبيل الخبر والدمام والبحرين وقطر، وربما تصل أيضا أجزاء منها إلى منطقة دولة الإمارات. هذه الرياح جميعها يتوقع أن تكون على شكل موجات غبارية أيضا تدني لمدى الرؤية الأفقية اضطراب في البحر، هذا الأمر مستمر معنا لمدة أسبوع بمشيئة الله تعالى كما لاحظنا. نتحدث عن يوم الأحد بالتحديد حيث يتوقع أن تنشط الرياح بمحور يسمح بوجود موجات غبارية كثيفة نحو العاصمة الرياض، هذا تحديدا يوم الأحد خلال ساعات النهار. حتى في الكويت هناك توقعات ببلوغ الرياح سرعات كبيرة جدا في المناطق المكشوفة، قد تصل إلى سرعات إلى حد 100 كيلومتر بالساعة. تشمل هذه الرياح يوم الأحد حفر الباطن والرياض والكويت وأيضا بعض الأجزاء الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى. قبل ختام هذه النشرة الجوية الخاصة ندعوكم دائما إلى تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم التنبيهات والمتابعة الجوية المدنية أولا بأول، ونتحدث عن بعض التوصيات الهامة من الانتباه من شدة سرعة الرياح في المناطق المكشوفة، ننصح بتثبيت المقتنيات الخارجية في المناطق التي أشرنا إليها قبل قليل، ندعوكم أيضا إلى الانتباه من ارتفاع نسبة الغبار في الأجواء خاصة لمن يعانون من مرضى ومضاعفات مرضى الجهاز التنفسي والعيون أو حتى مرضى كورونا بسبب ارتفاع نسبة الغبار في الأجواء، كما ندعوكم الانتباه أثناء القيادة من تدني مدى الرؤية الأفقية
بسبب طبعا هذه الموجات الغبارية الكثيفة على الطرق المختلفة في دول الخليج العربي خلال تأثر هذه المناطق بهذه الأحوال الجوية التي نسأل الله أن يجعلها طبعا بردا وسلاما وخيرا على هذه الدول. هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية بمشيئة الله تعالى بهذه النشرة الجوية الخاصة. سنكون معكم في متابعة أولا بأول عبر تطبيق وموقع طقس العرب. دمتم بخير، إلى اللقاء.